نواصل إن شاء الله تعالى في تصفح ومدارسة هذا الكتاب القيم، وهو كتاب في السير والتراجم، وهو كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله تعالى وعفى عنه. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتناول آخر خليفتين من الخلفاء الراشدين، وهما عثمان وعلي رضي الله عنهما. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله أمورا كثيرة في فضل عثمان رضي الله عنه وفي بيان حسن سيرته رضي الله عنه. الوقفة الأولى هو أبو عبد الله عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. أمه أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس. أسلمت، قال ابن الجوزي رحمه الله أسلمت أمه أروى رضي الله عنها. وكان عثمان يكنى في الجاهلية أبا عمرو، يكنى عثمان أبا عمرو. فلما ولدت له رقية رضي الله عنها ولدا، رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت له ولدا اسمه عبد الله فكني به، فيقال عن عثمان في الإسلام أبو عبد الله. وذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أنه يكنى بولده أيضا عمرو، يقال له لعثمان أبا عمرو أو أبو عمرو. قال ابن الجوزي رحمه الله أسلم عثمان قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، يعني أسلم بدري شديد، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين الأولى والثانية. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته رقية لأنها كانت مريضة، فكان يرعاها رضي الله عنه وعنها. ولما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته الأخرى وهي أم كلثوم رضي الله عن الجميع. أما صفته رضي الله عنه وصفه الخلق، كان ربعة أبيض، وقيل أسمر، هكذا قال ابن الجوزي. والذهبي في سير أعلام النبلاء قال كان أسمر اللون. ابن الجوزي قال كان ربعة أبيض وقيل أسمر، يعني ربعة ما بين الطول والقصر، ما بين الطول والقصر. رقيق البشرة، حسن الوجه رضي الله عنه، عظيم الكراديس يعني العظام والمفاصل، هذا فيه القوة. بعيد ما بين المنكبين، يعني عريض الصدر أو المنكبين رضي الله عنه. كثير شعر الرأس، عظيم اللحية، يصفرها، يعني بعد أن صارت بيضاء كان يجعلها صفراء يعني بالحناء. طيب، أولاده رضي الله عنه، ذكر ابن الجوزي له 16 ولدا ما بين ذكر وأنثى، 16 ولد. من أبنائه عبد الرحمن وعبد الله الأصغر. الصحابة ذي اللي بيسموا، تلقى دائما ابن الجوزي يقول لك عنهم فلان الأصغر، لأنه بكون عنده ولد من مرة تانية نفس الاسم بيقولوا الأوسط والأكبر وهكذا. من أولاده، من أبنائه وبناته، عبد الرحمن وهو ابن رقية، وعبد الله الأصغر
أمه فاختة بنت غزوان وعمر وخالد وأبان. أبان له ولد اسمه عبد الرحمن ستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى. وذكر له ابن الجوزي خاتمة حسنة نحسبه الله حسيب. ومن أبنائه عمر ومريم، من أبنائه عمر ومن بناته مريم والوليد وسعيد وأم سعيد، من بناته أم سعيد أيضا. سعيد وأم سعيد ديل من أمهم فاطمة بنت الوليد. ومن أبنائه عبد الملك، ومن بناته عائشة، منذ بيت سمى عائشة، وعنده ابنة بنت سماها أم أبان وأم عمر، ذل كل من بناته. ومن بناته أيضا الأولى ديك مريم، وديك أم عمر بنت جندب، ديك مريم أم عمر بنت جندب. وتاني عنده مريم أمها نائلة المعروفة التي مات وهي أمامه رضي الله عنه وعنها. ومن بناته أم البنين، أمها أم ولد، هكذا قال ابن الجوزي رحمه الله. طيب عنده أولاد وعنده بنات. ذكر ابن الجوزي جملة من مناقبه رضي الله عنه ومن فضائله، نذكر منها على سبيل المثال أو نذكر بعض الأمثلة في مناقبه رضي الله عنه. قال عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، يعني عن بعض فخذه رضي الله عنه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر وهو على حاله صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه صلى الله عليه وسلم. فلما قاموا قلت، أي عائشة رضي الله عنها قالت، قلت يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. وده يا جماعة ما يعني ما فيها طعن، المسألة دي أصلا ما فيها طعن، بل من حياء الصحابة أنهم كانوا كثيرا من أحوالهم لا ينظرون إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن ينظروا إلى ما ظهر من فخذه صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر عن يميني وعمر عن شمالي، وعثمان جاء من أمامه وهو يجلس أمامه، ومعهم أبو موسى الأشعري في حديث آخر. طيب قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال يا عائشة ألا أستحيي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحيي منه. أخرجه مسلم. ودا جماعة من الفضل العظيم الذي من الله تعالى به على عثمان رضي الله عنه، يستحيي منه النبي صلى الله عليه وسلم وتستحيي منه ملائكة الله تعالى. الملائكة تستحيي من عثمان رضي الله عنه. وهؤلاء الروافض أعداء الله تعالى لا يستحيون من الله ولا من خلق الله ولا من عثمان ويطعنون فيه، قاتلهم الله. طيب من فضائله رضي الله عنه أن الجبل، وهو جبل أحد، لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن سهل بن سعد قال ارتج أحد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكن أحد، في لفظ أثبت أحد، لكن هنا قال أسكن أحد والمعنى واحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتابه في صحيحه في الفضائل، في كتاب الفضائل. أسكن أحد فما عليك إلا نبي وصديق وهو أبو بكر، وشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما وعن أبي بكر رضي الله عن الجميع. فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة وهو حي يرزق رضي الله عنه. من فضائله أنه لم يحضر بيعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة، لأنه كان أعز الناس عند أهل مكة. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ولما كانت بيعة الرضوان الفضيلة أنه لم يحضرها، ومع ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على الأخرى وقال هذه بيعة عثمان، فبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله أنه جهز جيش العسرة رضي الله عنه. ومن فضائله أنه اشترى بئر روما وجعلها لي يعني في سبيل الله سبحانه وتعالى يشرب منها من شاء من المسلمين. ومن فضائله أنه وسع البيت رضي الله عنه. وهكذا فضائله كثيرة. طيب، ذكر ابن الجوزي رحمه الله أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه، وهذا من عبادته، قال ابن سيرين قالت امرأة عثمان حين قتل عثمان: قتلتموه وإنه ليحيي الليل كله بالقرآن. يعني كان كثير القيام بين يدي الله تعالى، وهذه من الفضائل أن تكون عابدا لله حتى تشهد لك امرأتك بالعبادة. بل كان رضي الله عنه متواضعا، وكان يكثر المكوث من المسجد، بل وكان يقيل في المسجد، يعني بيجي بنوم في المسجد، حتى بعد أن صار خليفة على المسلمين رضي الله عنه. قال عن يونس أن الحسن سئل عن القائلين في المسجد، يعني الناس اللي بيقيلوا في المسجد، فقال: رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة، ويقوم وأثر الحصى بجنبه. قال: فنقول هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين. رواه الإمام أحمد. وعنه عن الحسن قال: رأيت عثمان نائما في المسجد ورداؤه تحت رأسه، فيجيء الرجل فيجلس إليه، ثم يجيء الرجل فيجلس إليه كأنه أحدهم. يعني هو ذاته لما يجي ينوم ويجوا ناس يشاوروه في مسألة، ولا يجوا يتكلموا معه في شأن من شؤون الخلافة، ولا أو أنهم يريدون شيئا أو يطلبون شيئا، فإنه يستيقظ ويجلس بينهم كأنه واحد منهم، لا يتميز عنهم رضي الله عنه. وهذا من تواضعه. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أيضا قال: ثناء الناس عليه رضي الله عنه وأرضاه. قال: صح عن أبي بكر الصديق أنه أملى على عثمان وصيته عند موته. أبو بكر كان عثمان يكتب له الوصية، وأبو بكر رضي الله عنه يملي عثمان هذه الوصية وعثمان يكتب. فلما بلغ إلى ذكر الخليفة، يعني خلاص لما جاء يحدد الخليفة أبو بكر رضي الله عنه من يستخلف بعده، أغمي عليه، يعني غمر، فكتب عثمان عمر، كتب الخليفة عمر،
وانتظر حتى يستيقظ أو يقوم أبو بكر ليسمع منه ثم يعني يواصل في هذه الكتابة. فلما أفاق قال: من كتب؟ يعني من كتب عثمان؟ قال لمن حوله: من كتب عثمان الخليفة؟ قال: عمر. قال له رجل: كتب عثمان عمر، يعني كتب أنه هو الخليفة. فقال: لو كتبت نفسك لكنت لها أهلا، يعني عثمان. وكان عمر رضي الله عنه أيضا يجلسه معه ويجعله من أهل الشورى، ويقول ويشهد له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض. قال: وعن ابن عمر قال: كنا نخير أو نخير بين الناس، يعني نقول ده أفضل من ده وكذا. قال: في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنهم، انفرد بإخراجه البخاري. قال: وعن ابن عمر قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لما تلا هذه الآية قال: هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان يقوم الليل. وهذه الآية هو يطبقها رضي الله عنه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ذكر ابن الجوزي رحمه الله خلافة عثمان رضي الله عنه، قال: بويع يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة 23، سنة 23 من الهجرة، واستقبل بخلافته المحرم سنة 24، وعاش في الخلافة 12 سنة، 12 سنة. قال أبو معشر: إلا 12 ليلة، يعني 12 سنة إلا 12 ليلة، 12 سنة. وفي ناس بيطعنوا في خلافته رضي الله عنه ويطعنون فيه، ومن خبثهم ومن سوء أقوالهم يقولون: ولى بعض أهله. وهذا إن صح عن خليفة من الخلفاء لا يلزم منه الظلم، لأنه يا جماعة ده منصب الآن من المناصب، منصب المنصب ده داير زول أمين كمثال. أنت لو وليت زول عليه أمين سواء كان من أهلك أو من غير أهلك أنت ما ظلمت، المهم يكون شنو؟ أمين. يعني لو وليت زول أمين ومن أهلك، ولا وليت زول أمين وما من أهلك، من أهلك أو من غير أهلك، أنت ما بزول بيقدر ينقم عليك. بينقم عليك 200 إذا كان من غير أهلك، من غير أهلك أمين، والذي من أهلك ليس شنو؟ بأمين، وإنما أنت شنو؟ قدمته لقرابته منك. دي مسألة. المسألة الثانية والأهم من الكلام اللي أنا ذكرته ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بل وأمره ألا يخرج من الخلافة إلى الموت. هل معقول لو كان عثمان رضي الله عنه بيبقى ظالم أو لا يطبق شرع الله أو فيه ما يقول هؤلاء القوم، هل يعقل وهل يصح أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالشر وبالمكوث في الشر؟ ما يعقل، وخاصة أن الله تعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب وين أمره؟ في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة، وهو في صحيح الجامع للألباني، حديث فيه
مقدمة وفيه وفيه، لكن احنا نقيف مع الشاهد. قال: فدخل فناجاه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عن عائشة رضي الله عنها، إلى أن قالت: فإذا عثمان يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له. فدخل فناجاه النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم قال: يا عثمان، إن الله عز وجل مقمصك قميصا، إن الله عز وجل مقمصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون. شوف ذات وصف الناس شنو البضع فيه من هؤلاء المنافقين. قال: فإذا أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة، فلا تخلعه لهم ولا كرامة. قالت عائشة رضي الله عنها: يقولها، أي هذه الكلمة، مرتين، يقولها له مرتين أو ثلاثا. هو في صحيح الجامع برقم 7947. طيب، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما سيجري له، وبشره بالجنة قبل وفاته رضي الله عنه. كان عابدا وكان عظيم الحياء رضي الله عنه، وكان متواضعا، وكان يكثر المكوث من المسجد في المسجد، وكان يعمل بالتجارة، وكان يتصدق رضي الله عنه، وكان يفرج الله تعالى به بعض كرب المسلمين، كما فرج الله تعالى به كربتهم في جيش العسرة وفي هذا البئر الذي اشتراه رضي الله عنه وجعله صدقة أو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وينفع بها المسلمين. طيب، قال عن أبي موسى أنه كان رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة. الحائط يعني البستان. فجاء رجل يستفتح، يعني يطلب الدخول، يطلب أن يفتح له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وهو جالس بالقرب منه: افتح له وبشره بالجنة. الزول الداخل ده افتح له وبشره بالجنة. قال أبو موسى رضي الله عنه: ففتحت فإذا أبو بكر، فبشرته بالجنة. قال: ثم استفتح رجل آخر. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: افتح له وبشره بالجنة. قال: فإذا عمر. قال: ففتحت له وبشرته بالجنة. أنا يا جماعة من خلال السير دي بنرد على بعض الطوائف الحاقدة والحاسدة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما ممكن أنت تلعن أبا بكر وعمر والرسول عليه الصلاة والسلام يبشرهم بالجنة، وده حديث في البخاري ومسلم. زول بشروا بالجنة أنت تلعنه؟ وكان ما بشروا من عامة المسلمين، خلي أفضل المسلمين أنت تضعن فيه وتتكلم فيه. قاتلهم الله. قال: ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا. فلما استفتح ذلك الرجل الآخر وهو الثالث، قال: فجلس، جلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. يبشر بالجنة لكن بيصيب بلوى، أو تكون هناك بلوى تصيب، يعني تناله هو. فإذا عثمان، ففتحت له وبشرته بالجنة، فأخبرته بالذي قال. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لي: أبشرك بالجنة وفي بلوى بتصيبك تصيبك. فقال: الله المستعان. فالصحابة ديل توحيد ذاته عجيب. قال لم تجيك مصيبة، ما قال لي لا سيب أخش عليه يكتب لي حجاب. الرسول ما بيكتب حجبات، ولا هون ذاته بيلبسوا حجبات. وبعدين الناس ثابتين، ما خش يعني وخاف وكذا وكذا، وبقى يقول: لي يا رسول الله انت مستجاب الدعاء، بس البلوى دي خليها تمشي وخش الجنة ساي.
قال الله المستعان. عندهم توحيد والدنيا ما هامون أبدا. مقتله رضي الله عنه قال ابن الجوزي رحمه الله: حصر أي حصر في منزله أياما، ثم دخلوا عليه فقتلوه يوم الجمعة 13 خلت من ذي الحجة، ويقال 18 خلت من سنة 35 من الهجرة. حاصروا وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه، ودخلوا عليه وضربوه حتى أدموه رضي الله عنه، وحاولوا الاعتداء على أهله فحماهم الله تعالى. وجاءت في ذلك روايات كثيرة. ولما ضربوه رضي الله عنه وسال الدم على لحيته وهو يقرأ سورة البقرة ويقرأ قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وقد أخذ الله بحق عثمان رضي الله عنه ممن قتله، فصاروا شر الناس بين الناس وهم شر الناس، وسيندمون أشد الندم يوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى. طيب، قال ابن الجوزي: واختلف في قاتله، فقيل الأسود التجيبي من أهل مصر، وقيل جبل ابن الأيهم، وقيل سودان ابن رومان المرادي أو رومان المرادي، ويقال ضربه التجيبي ومحمد ابن أبي حذيفة وهو يقرأ في المصحف وكان صائما يومئذ. المهم هو قتلوه رضي الله عنه، ولم يشارك في قتله صحابي من الصحابة كما يزعم بعض الناس، بل هذا كذب، بل هذا من الكذب، وكان الصحابة جميعا يثنون على عثمان رضي الله عنه ويحبونه ويجلونه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترمه ويرضى عنه رضي صلى الله عليه وسلم، ويكفي في فضله وفي ما ناله من الرضا أنه بعد وفاة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بالأخرى. جماعة لو زوج ساي انت زوجت بنته وهم تضايق منك، لو ماتت يقول لك خلاص اتفكينا لا طلاق ولا شيء الحمد لله، لكن كونه بعد تموت يزوجك التالي معناه هو حريص على شنو؟ على صلته بك وعلى هذه العلاقة، وده يدل على أنه يحترمك وأنه يجلك وأنه رأى فيك الخير. وده ما حدث مع زول ساي، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: ودفن ليلة السبت بالبقيع وسنه 90، وقيل 95، وقيل 88، وقيل 82، يعني عمره ذكروا فيه أقوال بين 82 ل95 رضي الله عنه. ده يدل على سوء هؤلاء الناس، ناس لا راعوا الصحبة ولا راعوا حال المسلمين وهو خليفة المسلمين والمؤمنين، ولا راعوا الفضل، ولا جازوا الإحسان بالإحسان، لأنه أحسن إلى المسلمين، ومن إحسان هذا البئر الذي جعله لهؤلاء المسلمين، ولم يراعوا حتى العمر. ذول عمره كم؟ 80 سنة، أنت بتضربه بالسيف في رأسه وتقتل وفي بيته وهو يقرأ القرآن ويحمل المصحف وهو صائم رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه لو أراد الدنيا أو الانتقام لنفسه لا أمر جميع الصحابة بالدفاع عنه، لكنه آثر أن يكون في بيته وبين أبنائه، وأن تأتيه المصيبة ولا يدخل فيها غيره رضي الله عنه. لو أمر كان الدنيا كلها حمت زول خليفة المسلمين، يعني ما خليفة السودان ولا مصر ولا السعودية ولا سوريا ولا ليبيا ولا دولة من الدول، دولة براء، خليفة المسلمين وديل مجموعة من الناس حاصروا بيته. يعني ذا لو أمر الجيش والشرط والمعاه والناس كان فضوا شنو؟
الناس، ولكن اكتفى بما قاله قديما قال الله المستعان، واكتفى بهذا وصبر حتى أدركه الموت رضي الله عنه.